هناك امراض يعني علاجات جديده حصلت الفتره الاخيره، وخاصه التدخل الجراحي في علاج مرضى البهاق، وايضا هناك ان شاء الله في الفتره القادمه سوف يعتبر ثوره لعلاج مرض البهاق استخدام العلاج البيولوجي موضوعي لعلاج هذا المرض ان شاء الله. مرض البهاق حاليا قاعد يحوز على اهتمام كثير من الباحثين والاطباء والمستشفيات والاستشاريين والمراكز التخصصيه لعلاج الامراض بالخارج. فلهالسبب احنا حسينا ان في شيء، في اهتمام خاص بمريض البهاق وبمرض البهاق، فحاولنا نتواصل مع كثير من الجهات او كثير من المستشفيات المتخصصه وكثير من الاطباء المختصين بهذا المرض، وتواصلنا معهم فاكتشفنا فعلا ان هناك علاج لمرض البهاق. اول مره اقابل في دوله جمعيه لمكافحه البهاق، ودي تجربه رائده جدا اتمنى تتطبق في دول عربيه كتيره. الدعوه اللي جت النهارده للمشاركين، المشاركين كلهم هيتكلموا على ايه الجديد في مرض البهاق من ناحيه كيفيه الاصابه بيه، ازاي طرق الوقايه لبعض الناس بعد ما بتخف، وكمان الجديد في العلاج وخصوصا العلاج الجراحي الجديد للبهاق.